أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الرابع عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، سندرس سورة فصلت الآيات الكريمة من 30 إلى 36. يتوقع منك عزيزي الطالب تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتركيب، تفسير الآيات الكريمة تفسيرا إجماليا، حفظ الآيات الكريمة غيبا، وأيضا أن تستنتج الدروس والعبر المستفادة من الآيات الكريمة. موضوعات التي تناقشها الآيات: أولاً، الدعوة إلى الإيمان والاستقامة من الآية 30 إلى الآية 32. بعد ذلك، الدعوة إلى الله تعالى وبيان أخلاق الداعية، الآيات من 33 إلى 36. الدعوة إلى الإيمان والاستقامة. هنا وجهت الآيات الكريمة المسلم إلى الحرص على الإيمان والاستقامة، لأنهما سبيل الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة هنا تعني المداومة على العمل الصالح مع الإخلاص لله والثبات على الشرع الله تعالى حتى الممات. وقد أكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حينما سأله أحد الصحابة قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثانيا، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعوة. الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير من أفضل الأعمال التي نقوم بها، وقد بيّنت الآيات الكريمة بعض ما يجب أن يتصف به الداعية من أخلاق: الاعتزاز بالدين والافتخار به، والتزام العمل الصالح، الصفح والمسامحة. في هذا البند عزيزي الطالب سنتعرف إلى الكثير من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سنواصل أسبوعنا في درس آخر، وهو الأخلاق في الإسلام. يتوقع منك عزيزي الطالب التعرف إلى مفهوم الأخلاق، توضح أهمية الأخلاق ومكانتها، تبين كيفية اكتساب الأخلاق، تستنتج أثر الأخلاق في الفرد والمجتمع، توضح علاقة الأخلاق بالعبادات، وأيضاً أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، فالمحاور التي سنناقشها: أولاً، مفهوم الأخلاق الحسنة. هي كل ما يتصف به الإنسان من صفات حميدة تجعله محل رضا الله وتقدير الناس واحترامهم. وللأخلاق في الإسلام أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، ويمكن بيان ذلك في وجوه كثيرة. هناك الكثير من النصوص الشرعية التي تحث على مكارم الأخلاق وتمدح من يتصف بها، والنصوص الشرعية التي تنهى عن الأخلاق السيئة وتذم من يتصف بها. الحث على مكارم الأخلاق وإشاعتها بين الناس من أسباب بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحسن خلقه ويهدي لأحسن الأخلاق، فكان يقول في دعائه: واهدني بأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بعد ذلك سننتقل إلى أثر الأخلاق على الفرد والمجتمع. عزيزي الطالب، للأخلاق أثر كبير على الفرد والمجتمع، لأنها أساس نجاح الإنسان.
قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما أنها تحفظ للمستمع تماسكه واستقراره، وتحميه من الانحلال والتفكك، وتصون الحضارات من السقوط والتراجع، وتسهم في نشر روح التسامح والمحبة والعفو والمغفرة بين الناس، ليكون المجتمع متحاباً ومتآلفاً، تنتشر فيه أجواء الأمن والأمان، فيزداد البذل والعطاء. علاقة الأخلاق بالعبادات. هناك شعائر التعبدية في الإسلام لها مقاصد أخلاقية، فإذا قام بها العبد على أتم وجه حسنت سلوكه وقومته. الصلاة تنهى عن الوقوع في الفواحش والآثام. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الزكاة تهذب النفس وتطهرها من الشح والبخل، فتشيع المحبة والمودة بين الناس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبالطبع سنقوم باستعراض نماذج من أخلاق النبوة. كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً، وقد وجهنا الله تعالى إلى الاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهي نماذج كثيرة التي تدل على حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. صدق، فقد عرف بالصدق واشتهر قبل البعثة بين الناس بأنه الصادق الأمين، فهو أصدق من تكلم، إذ لم يعرف الكذب في حياته جاداً أو مزحاً. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق ونهى عن الكذب. أيضاً الصبر، فلم يواجه أحد من المصائب والمشاق والمتاعب والأزمات كما واجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صابر محتسب. فقد صبر على اليتم والفقر والبعد عن الوطن، البعد عن الأهل، أذى المشركين، صدهم عن سبيل الله تعالى. جوده وكرمه، فقد كان صلى الله عليه وسلم كريما كثير العطاء. وقد وصفه ابن عباس فقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو عرض لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع السابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمت لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.